أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف عدم وجود أي تغير فيما يتعلق بموعد الجولة السادسة من مفاوضات إستانا بشأن سوريا، مرجحا عقدها نهاية الشهر الجاري. وأضاف عبد الرحمنوف أن أجندة المفاوضات ستحدد في إطار اجتماع بين الدول الضامنة لعملية إستانا يعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران. أعلن رئيس المجلس المحلي لقضاء تل عفر في العراق محمد عبد القادر وجود أكثر من 1000 مقاتل من داعش في تل عفر، مضيفاً أن هناك نحو 400 أسرة ما تزال موجودة في منازلها وسط مخاوف من محاولة التنظيم الإرهابي استخدامهم دروعاً بشرية. حررت قوات الشرعية اليمنية منطقة مدارات غرب مدينة تعز في ظل تراجع ميليشيا الحوثي وصالح باتجاه مفرق شرعب إثر معارك عنيفة بين الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله إن المواجهات قتل فيها 5 أفراد من الميليشيات الانقلابية وشهدت تفجير مخزن أسلحة تابع للحوثيين. وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الميليشيا الانقلابية في تبة الظنين ونقطة الهنجر ومفرق شرعب وكبدتها خسائر فادحة. تلقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف والاتفاق على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب. أعلنت كوريا الشمالية أنها تبحث استهداف مناطق قرب المنشآت العسكرية الاستراتيجية الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ بصواريخ باليستية متوسطة المدى، ويأتي التهديد بعد أيام على فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. ضرب زلزال بقوة 6 درجات و13 درجة منطقة في شمال غربي الصين صباح اليوم تبعه هزتان ارتداديتان بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي. وحدثت الهزات بعد ساعات على وقوع زلزال قوي آخر في جنوب غرب الصين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تخشى السلطات أن يكون قد أدى إلى قتل ما يقرب من 100 شخص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.